بالإضافة رغد صارت تسألنا ريميتي عدة أسئلة، من بينهم شنو الشيء اللي بكيها؟ قالت إذا صار شيء ويا عائلتها أو إذا كانت تشوف شيء كلش حزين. طيب شنو ببكيك؟ إذا صار شيء مع عائلتي ببكي، إذا عم بحضر شيء بزعل ببكي. بعدين صار يسألوها عن موقف طفولتها متعلق ببالها ما يروح. قالت أبوها لما كان يرجع من الشغل بسوريا ويكون جايب لهم غراض ويركضون عليه. موقف بطفولتك معلق بذاكرتك؟ لا، في بس هيك مثل سين هيك على طول بتذكره، كان إنه كل يوم بنعرف إنه على الساعة 3 بابا كان يجي من شغله وهيك يكون معه أغراض وكلها نركض على أغراض وهيك. فهي كانت تصير كل يوم. فإنه هيك. ولما سأله شنو أكبر ذكرى تريد تمحيها من ذاكرتها، قالت لما انتقلت من سوريا للسويد لأن كانوا هواية تعبوا وصاروا يمشون. شو أكتر ذكرى نفسك تمحيها من ذاكرتك؟ ما بقول بدي أمحيها بس إنه كانت صعبة ما كتير بستظرفها. هي لما انتقلنا من سوريا للسويد فترة طويلة لبلد معين، وكانت إنه كتير صعبة.